في مبادرة بحمولة إنسانية وتضامنية، قامت جمعية قدماء لاعبي ومسيري كرة القدم بمراكش بزيارة للمركز الوطني محمد السادس لذوي الاحتياجات الخاصة الملحق الجهوية مراكش. الزيارة دامت صبحية كاملة، جرى خلالها برمجة مباراة في كرة القدم بين تلاميذ المركز بحضور ثلة أعضاء جمعية القدماء. وأجرى فريقا الجمعية المباراة الثانية والتي شارك فيها العديد من اللاعبين السابقين من قبيل الأخوين غراف وعلاء الدين تميمي. وفي ختام الزيارة جرى توزيع ميداليات على التلاميذ المشاركين في مباراة كرة القدم، إضافة إلى جوائز قدمها مكتب الجمعية إلى المركز، ما خلف ارتياحا في نفوس التلاميذ. لعب القدم حنا جينا يلاه نلعبوا ماتشات كاملين، حنا نلعبوا ماتشات كاملين ربحناهم أربعة. أنا سعيد تنسقوا من جوائز لعب القدم، هادشي تنقول تذكر لعبة قدم مزيان ما نقول نتفق نصح صدى عربي وتحية صدى بيوز وتذكر صدى سعاد وتامي ديولي صدى أحلام تذكرهم بزاف بزاف اسمحوا لي بزاف وتذكر مدرب ديالي صدى عربي وشكر منتخب مراقص على بصح الصفه العادي محلات ديال كرة القدم. ايوا على كل حال يعني بالنسبه للجمعيه ديالنا هي خدت على العاتق ديالها على انه تقوم بحال هاد المبادرات الانسانيه بالدرجه الاولى والرياضيه في بنفس الوقت. يعني الجمعيه ديالنا يعني السي سعيد معطلة بحكم يعني البرنامج المسطر كندخلوا يعني في البرنامج ديالنا بحال هاد الزيارات هاد المؤسسات هادو، وهذه المناسبه الثالثه على ما اظن الثانيه ولا الثالثه على ما اظن انه جينا هاد المؤسسه هذه. وحنا باش ك يعني رياضيين في هذه المدينه هذه وكنحاولوا ما امكن ندخلوا يعني واحد النوع من البهجه والسرور على بحال هاد الوليدات هادو، لانه ربما كينقصوا هذا الجانب هذا. وحنا ما كنديروا الا اللي هو شفنا تنشوفوا انه هذا واجب علينا انه نديروا حنا، لانه الجمعيه ديالنا كيف قلت لك انه الجمعيه تاسست على هذا الاساس هذا الجانب الانساني بالدرجه الاولى.